سمي شيئا يجعلك تشرب الماء. العطش. 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 نعم يجعلك تشرب الماء. العطش. قرر مع من نذهب، معكم ام معهم؟ ويا من نلعب؟ خي اخذوه. تفضل اخ مهند وتفضل اخ عمر، وشكرا على الهديه. سمي لي شيء يجعلك تشرب الماء. استاذ اركان. الخوف. الخوف. بعد الخوف يعني الخوف. ايه؟ الخوف بعد الخوف. الخوف. الخوف صح. واحد اللي يخاف يعطش. حلقه يبس شفايفه تيبس وثامر تيبس. الحمى او المرض. الحمى او المرض. الحمى. نعم موجود. عطش خوف مرض وبعد إلاف. الركض او الرياضه يعني. الركض ممارسه الرياضه تخليني اعطش. و و و و خطا اول. اريد هو الرياضه عطش. يعني اريد من اعطش اني تقولي لي سبب يجعلك تشربين الماء. بسبب المرض، بسبب الخوف والعطش. ومهند شو تقول؟ خطا اول. انا اقول بعد ما نصحى من حلم. ها؟ بعد ما نصحى من حلم كابوس. بعد الكابوس. بعد حلم بعد كابوس. صح برافو عليك. التوتر. توتر من اي شيء، من حلم، من كابوس، من فعل. اعطش. واركان. في الحر الشديد. في الحر الشديد. الحر الشديد. لا خطا مع الاسف. ما الذي يجعلك تشرب الماء؟ اكل شيء حار. السبايسي يعني. بلي. خلينا نشوف. اكل شيء حار يعني مو ساخن، حار سبايسي. مع الاسف ما اجى. وحتى لو اسمه انصحك ما تاكل تشرب مي ورا السبايسي. ما يفيد، انه بيخلي السبايسي يروح للزردوم وللمعدة. لا تاكل شيء ورا. ممكن شرب المي خطأ طبعا. اذا نجيكم. هو نجيكم لو تجونا. لا نجيكم. ودبرتوها؟ اتفقتوا؟ ان شاء الله. اكيد. يلا اذا الكبابتشي سمي لي شيئا يجعلك تشرب الماء. اختناق. اختنق من الاختناق. الغصه والاختناق. الغصه والاختناق. الغصه يعني من اكل شغله واغص بيها اشرب ماء بعدها. الغصه باللقمه. الغصه باللقمه. اللقمه. غصيت بالاكل اشرب الماء. ممكن. انا ما عندي، خل اشوف. واخذ هديل القرار قرارك. الغصه باللقمه، لان عندنا مثل شعبي يقول يذهب الى الماء من يغص بلقمه. فالى اين من يغص بماء؟ اي فالى من يذهب من يغص بالماء؟ يغص بالماء. يغص بال شلون يغص بال يذهب الى الماء من يغص بلقمه. فالى من الى اين يذهب من يغص بالماء؟ الله. اذا الغصه يغص بالاكل باللقمه. خلي نشوف الغصه